وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي صلاح الجودر. أستاذ صلاح، أهلا بك في نشرة الثالثة. نعلم بأن التكافل والتعاضد والترابط كأسرة واحدة متحابة من أبرز سمات المجتمع البحريني. كيف نجحت التشريعات في البناء على هذه القواعد وبالتالي تعزيز الترابط الأسري والنسيج المجتمعي وفق رؤية إنسانية كما أشار جلالة الملك المفدى في خطابه السامي؟ نعم أختي العزيز، أنا أعتقد أن البحرين اليوم وصلت إلى مراحل متقدمة في الجانب الحقوقي، وهذا طبعا راجع إلى النظرة الثاقبة والفلسفة الكبيرة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة من بداية المشروع الإصلاحي 2001 وانطلاق المجلسين أو المجلس الوطني بقبتين البرلمان وكذلك الشورى. والبحرين بيعبر تاريخها الطويل 300 سنة ويزيدون، وهي تسير في هذا المسار، مسار التعايش والتسامح وحقوق الإنسان، ولكن فلسفة جلالة الملك رفعت هذا السقف ووضعت له التشريعات والقوانين التي تكفل لكل مواطن أو مقيم أو حتى زائر كامل الحقوق. وهذا أنا أعتقد من يعيش على الأرض، على أرض البحرين، يرى هذه الصفة لربما الكثير من الدول تفتقدها. وحنا نشوفها طبعا المجتمع البحريني هو مجتمع مسلم عربي، ولكن يعيش في ثنايا هذا المجتمع فئات أخرى وهي لها كامل الحقوق وعليه كامل الواجبات، من مسيحيين، يهود، بهائيين، بهرة، هندو، سيك، كل هذه الفئات. وأصبحت التشريعات هي السمة البارزة للمجتمع البحريني، وهذا هو ما يميز المجتمع البحريني في قضية الحقوق اليوم. ولربما من يسير في العاصمة المنامة أو حتى المحرقة أو غيرها من المدن يشعر بهذه الحقوق، أن احنا لا نرى ما يعكر صفو الأمن والاستقرار، لأن كل واحد اليوم يمارس شعائر الدينية وطقوسه بكل حرية. ونجد في المساحة الواحدة نجد المساجد والكنائس والمعابد، حتى المقابر حيث يدفن فيها الإنسان الميت له حقوقه، وهذا نجده في المنامة بتجلياتها الكبيرة. أنا أعتقد أن اليوم التشريعات وصلت إلى مراحل متقدمة، ولكن كذلك الخطاب السامي لجلالة الملك في دور العقاد الخامس أشار إلى قضية مهمة، أن احنا نريد أن نرفع سقف التشريعات بما يكون في على أعلى المستويات، وهذه جانب كبير وجانب إنساني وأبوي، أن جلالة الملك يحتضن كل فئات المجتمع، ليس هناك فرد أفضل من فرد، بل هم كلهم في مظلة جلالة الملك وفي حضانة جلالة الملك. فلذلك نجد أن الكل اليوم يتكلم أن البحرين يتمتع فيها الإنسان بكامل حريته الدينية وله حقوقه المدنية والسياسية كاملة غير منقوصة، وهذا بفضل فلسفة جلالة الملك. وتحدي كبير أختي العزيزة، أن احنا في ظل الظروف التي تعاني منها المنطقة من خلال هذه ما يموج فيها من تطرف، نجد أن البحرين تتميز بهذا الأمر ويعيش الإنسان فيها بكل أريحية ويمارس كل عبادته وفق القانون وتحت سقف الدولة، وهذا ما يعزز هذا الجانب ويكون. وأصبحت البحرين حقيقة نموذج يعني يراهن فيه الكثير، وكثير من الدول اليوم تتمنى أن يكون هذا النموذج بكل تلاوينه وبكل خلفياته الثقافية، أن يكون النموذج البحريني هو النموذج المتقدم ويكون يقتدى فيه في هذا الجانب. نعم الكاتب والمحلل السياسي صلاح الجودر، شكرا جزيلا لك.